اخبار اليوم. اتفرجت عليه لقيت في موتوسيكل بيجري قدام فبدأت اسال اكتر واحد لازم موتوسيكل واحد فشفت انا موتوسيكل واحد بس بس طبعا اشخاص من ضروره كان في نور ولا الدنيا كانت مليله؟ كان الساعه 6 ونص الصبح كده يعني كان في النور الشاشه بس طالع طبعا تمام. وبعدين فوجئت بقى ان الواحد من الناس اللي شغاله جوه كان بره تمام فقعد بقى يصوت ويعمل حقونه وبتاع كان بيقول كده انا قدمت فكست طفي مفيش النار شديده جدا يعني فاللي جوه فات جوه اللي بره فات بره كان حوالي كم واحد جوه تقريبا هو يقارب من 8 ل 11 واحد بين ست وراجل كان في ضرب نار ما هو دوت اللي حصل ان هم العيال ديت برضه اللي سمعتهم الناس اللي شغاله عن نفسهم يعني هم ربنا ينجيهم يعني قالوا الدوك عشان يخشوا يصوروا عندنا ما قدرش يدخلهم فعملوا كده انتقاموا من المحل يعني يعني كان الضرب النار في 12 واحد مات اللي ماتوا بره المحل ولا جوه المحل؟ لا جوه المحل احنا فكرنا الاول ان احنا اصلا يعني طبعا المحل ده اتكرمت قلنا ايه علاقه بحاجه دينيه ولا حاجه وبتاع قلنا حاجه ارهابيه ولا حاجه لا طلع كده خالص هو طلع بالظبط ان هو لو قلت لك كده هم عايزين يصرفوا المحل رفضوا يدخلوهم المحل شغلهم طبعا مش مريح للمحل او غير ملائم لمعكوس المحل يعني انت ثاني العمال اللي شغاله جوه مش هي الناس اللي شغاله يعني انت بتاكد ان الموضوع مش ارهابي ده جنائي لا ده حبه خناقه بين الحاجه حبه العيال عايزين يصرفوا المحل رفضوا يدخلوهم عملوا كده يعني بس طب الناس اللي متعوده تسهر جوه دي الناس متعودين يجوا كل يوم ولا هم لا يعني بيتغيروا كل يوم الناس اللي جوه دي مش يعني بتصرف. هل هم زباين مكان لا اللي جوه ماشي اللي جوه دولت اللي جوه حضرتك الناس اللي شغاله في المكان ده كان نهايه اليوم العمل الناس اللي شغاله في المحل روحوا المسؤولين اللي فيهم بره المحل روحوا خلاص دول عمال بينظفوا المحل ومحله عشان يقفلوا ويمشوا فحسب كده اسنان يعني المحل مش متعود يسهر لغايه الصبح هو حسب الشغل عندهم يعني بيسهر الصبح ممكن لحد الساعه مثلا 6 الصبح 7 الصبح حسب الشغل اللي عندهم طب يبقى اذا كده هو مكان مرصود ان الناس عارفه يعني الناس عارفه ان بيخرج الناس بتخرج الصبح من اخر النهار لحد يوم الصبح تمام بس كده فهو بعد ما الناس مش يعني كل زباين مشت تمام الدبر طقم المحل والصفر كان موجود فعلا انت عرفت حد من اللي ماتوا في حد تعرفه من اللي ماتوا طبعا كلهم زي مين يعني بقى سامي لا عارفه شكلا بس طيب يعني كلهم شغالين جوه يعني انت متاكد ان كل اللي ماتوا من اللي شغالين جوه كم واحد بس بقاش في هو يقارب من 8 ل 11 واحد لكن هو بس اسهم الناس اللي بلدي واحد في زباين جوه خلاص طقم المحل بس تمام الاسعاف جت بعد قد ايه اول ما طفى مفيش على طول ان كل الناس بلغت الله كلها بلغت احنا بلدنا كل الناس بلغت بعد 7 ولا بعد 6 لا هي الحواقع دي من بعد 6